مشهد 10 حلقة 11 صوت صورة. سلسلة من الأعمال الدرامية التي تستعد شبكة الإعلام العراقي لتقديمها إلى المشاهد في شهر رمضان القادم، اتصل إلى ما يقارب 10 أعمال، ومنها مسلسل ناي، وهو من الأعمال الشبابية التي تدور أحداثه في قالب اجتماعي. عمل ناي هي عبارة عن قصص حب مرتبطة بجيل شبابي الآن يفكر بمستقبله، بمستقبل العراق، كيفية بناء العراق. فريق من المسرحيين لكلية فنون جميلة راح يتباوون على مسرحيات من أجل أن يمثلون العراق في أفضل المهرجانات. هاي ثيمة المسلسل حقيقة. طبعا شبكة الإعلام العراقي وبالذات هذا العام يعني ما شاء الله على إدارة الشبكة وإدارة القسم مديرية الدراما، كانت هاي السنة سنة مميزة يعني بصراحة، إنجاز خلينا نقول غير مسبوق، ميزانية ممتازة للأعمال كلها، إنجاز جميل. طبعا توفير الأموال والميزانيات الجيدة يساعدك أنه تطلع إنتاج جيد. التجربة ممتعة أكيد بتفاصيلها. كل شكر موجه للمنتج المنفذ الأستاذ عمر العبدلي وشبكة الإعلام العراقي، مجموعة الفنيين اللي عم يشتغلوا معنا، عم نتعب لحتى نطالع هذا النتاج الجميل، إن شاء الله يلاقي القبول من الجمهور والرضا من قبل الجميع يا رب. العمل ضم مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة بالإضافة إلى العديد من النجوم. المسلسل من إخراج ملاك عبد علي وكتابة أحمد هاتف. أنا شيء إحنا نحاول نقدم فتشي شبابي، شوية اختلاف بعد إنه إحنا نقدم هواي دراما وده تكون عندنا هواي دراما، فلازم شوية نسلط الأضواء على الشباب والقصص اللي تصير بيناتهم، وأكو رسائل بداخل المسلسل إن شاء الله توصل للعالم بوضوح. أتوقع الجمهور كلش راح يحب العمل، عمل شبابي يحكي عن هواي أشياء تصير والشعب والشباب بالعراق. العمل يحكي عن شباب 2 دي يسوون عمل حتى يتنافسون حتى يصعدون للمهرجان الوطني للمسرح بالعراق، فتتخلل هالقصة صراعاتهم إنه شلون يشتغلون العمل، شلون يجيبون الممثلين، شلون يتنافسون بطريقة الإخراج، ويتخللها قصص حب يعني ومشاكل الشباب شلون يحبون بالكلية. كات بافو. ويتناول العمل قصة مسرحية يقدمها مجموعة من طلبة الكلية، يكشف الكاتب مدى الصراع الإنساني ومشاكل الطلبة بسرد جميل. لبرنامج صباحات رمضانية، نصير سلام، بغداد.